ونبقى في تطورات انتفاضة تشرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. سيد ضياء، مرحبا بكم. يعني 100 قتيل حتى هذه اللحظة، وربما تكون الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لوجود مصابين بحالات خطرة، وهناك ما يقارب من 4000 مصاب. على ماذا يدل هذا العدد الكبير من الضحايا سيد ضياء؟ تفضل. ببداية تحياتي للجميع. أهلا بك. حقيقة ما يدل على هذا أنه يدل انتهاكات حقوق الإنسان للمعتصمين والمتظاهرين في ساحات العراق في بغداد والمناطق الجنوبية وكل العراق. هذا يدل أن الحكومة العراقية لا تعير أهمية إلى حقوق الإنسان ولا تعير أهمية للانتهاكات لحقوق الإنسان. من يقوم بقتل العراقيين في الوقت الحاضر وفي ساحات العراق هم من الأمن والجيش والشرطة وبعض العصائب الموجودة، الميليشيات الموجودة التابعة للحكومة والأحزاب السياسية. حقيقة الأمر أنه الحكومة العراقية تتبنى كل ما يحدث من جرائم ضد المرتكبين الجريمة من أجهزتها وغير أجهزتها، لأن هي الحكومة العراقية مهمتها الحماية على المواطنين المتظاهرين السلميين. وأنا أتحدى أي واحد من الحكومة العراقية يجد دليل واحد أنه هذول المتظاهرين استعملوا القوة أو السلاح أو العنف أو تخريب أجهزة الدولة أو الأماكن العامة في العراق. هذا لم يحدث من المتظاهرين. المتظاهرين فعلا كانوا حضاريين وملتزمين بكل القوانين والأعراف الذي تشمل المظاهرات والاعتصامات في هذه الساحة. إذن الحكومة العراقية هي المسؤولة الأول والأخير عن هذه، ومن يرتكب الجريمة لا يتوقع أنه يذهب عن وجه العدالة، لأنه ارتكاب جرائم على حقوق الإنسان لا تنتهي بالزمن، وإنما تبقى موجودة طول عمره. هذا الشخص الذي يرتكب الجريمة يجب يوم أنه يحاسب، إذا كان في العراق أو خارج العراق يأتي يوما يحاسب على الجريمة التي ارتكبها الجاني والآمر أيضا. سيد ضياء، هناك قناصة اعتلت أسطح المباني وذلك من أجل قنص المتظاهرين وقتلهم. في هذا الإطار، هل ستنجح الحكومة بكبح جماح الانتفاضة بهذا القمع الوحشي؟ أنا ما أعرف الحكومة تنجح ولا ما تنجح. أنا أتكلم من ناحية حقوقية إنسانية بحتة. هل المتظاهرين من حقهم أن يخرجوا على الحكومة العراقية أو أي حكومة بالعالم؟ نعم، المتظاهر والشعب من حقه أن يظهر ومن حقه أن يبدي برأيه، لأنه حينما يشعر الشعب أنه منتهكت حقوقه من كل الأشياء التي تحدث في العراق لازم يخرج. يعني كيف لا يخرج؟ أما تنجح الحكومة ولا تنجح، هذه ليس الأمر معني بي أنا كحقوقيين. إحنا يعنينا الأمر ما يحدث في الوقت الحاضر من قتل وتدمير. هذه الحكومة العراقية هي مسؤولة عنها أولا وأخيرا، والميليشيات والشخص الذي يرتكب الجناية. سيد ضياء، في هذا الإطار يعني ما هو دور المجتمع الدولي وأيضا دور المنظمات الحقوقية تجاه المتظاهرين العزل الذين يواجهون بالرصاص الحي؟ أنا حقيقة التصريح كان يعني اليوم الصبح تصريح من الخارجية النمساوية اعتبرت هذه الاعتداءات على المتظاهرين العزل انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة. يعني بالحرف الواحد قالوا هذه انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وسوف يحاسب كل من اعتدى على المواطنين العراقيين. الأمم المتحدة تطالب الحكومة العراقية أنه تنفيذ مطالب المعتصمين والمتظاهرين. لازم تقعد وياهم وتتحدث. حقيقة ما يقولوها السياسيين وعلى رأسهم الدكتور عبد الهادي عادل عبد المهدي هذا الخطاب الذي أعطاه بعشر نقاط كانت مخيبة للأمن، مخيبة للمتظاهرين، ومخيبة لكل المجتمع العراقي والمجتمع الدولي. فقط وعود أعطوها سابقا ويعيد الوعود مرة ثانية، يكرر الكلام الذي قاله نور المالكي والذي قاله العبادي، واليوم هو يقول نفس الكلام. إذا الحل هو بأيدي الحكومة العراقية.
الحكومة العراقية لازم تبدأ خطوة جيدة لعدم انتهاكات حقوق الإنسان أولا، وتتحدث مع المتظاهرين ومطالب المتظاهرين. من فيينا الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا جزيلا لكم.